احنا اليوم موجودين بمناسبة الافتتاح لوكيشن جديد لسعيد قبيسي. كولكشن اللي عارضينه عارضين جزء من الكوتور اللي كان فستان للعالم تشوف، وعارضين لاين ريدي تو وير بعدة أشكال، منهم الفساتين الكبيرة، منهم الفساتين الناعمة والسيمبل، خاصة إنه دبي معروفة إنه بيجيها من كل أنحاء العالم. نحن كل كولكشن بتكون وخاصة بالكوتير بتكون عم تحكي بثيم معين، سو كل مرة بننقي شيء وبنحكي عنه. آخر كولكشن هي كانت ريدي تو وير، أطلقناها بباريس. الريدي تو وير لاين عادة بكون ميكس أوف كولرز، معمول أشياء بتتناسب مع عدة مناسبات، وخاصة إنه بتنلبس من أهل العروس أو من حدا معزوم على الإيفنت، وفينا نقوا لون معين او قصه معينه تتناسب مع جسمه. للسنه الجايه عم نحضر، ما في شيء ابدا فلاورز، اغلبيه الماتيريالز معموله من الامبرودري اللي بتعطي لمعه، ولكن بنفس الوقت سوفت وخفيفه على العروس انها تقدر تتحرك. وبالتالي اذا بتلاحظي بالمجموعه الموجوده هلا كثير في مستعملين البيرلز الكريستلز بطريقه ناعمه جدا، ولكن بنفس الوقت تعطي شاين للبرايد وتبينها كأنها ملكة. صراحة ما في مكان معين، ولكن من خلال سفراتي المتعددة خلال السنة واللي تقريبا مرتين أو ثلاث مرات بتكون بالشهر، فهذا بيعطيني الإلهام من بلد لبلد، من سيتي لسيتي، إنه شوف عدة أشياء ويجيني الإلهام لأعمل الكولكشن الجديد. النصيحة اللي بننصحها إياها إنه تاخذ وقتها قبل ما تنقي، وخاصة تيجي قبل بوقت، ما تترك حالها لآخر فترة. بالتالي فيها تاخذ وقتها مع الديزاينر، ينقي لها الشيء اللي بيتناسب مع جسمها والألوان اللي بتتناسب معها والقصات اللي بتمشي مع جسمي. طبعا في حدا مميز عنا بحب لبسه هي الملكة رانيا، كمان اذا بدنا ناخذ حدا تاني ممكن برنسس كيت، كمان ممكن بحب لبسها، وعدة اشخاص كتار، والي الشرف اكيد انه لبسهم.